السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المهندس المعماري. اليوم حاب نهضر على الموضوع تاع وهران. ديامات هذو يريبوا في هذوك لي زيكستونسيو تاع الحوانت. هي حاجة مليحة، مي انا عندي حل واحد اخر دايرهم قبلنا دول متقدمة. الحل هو الدولة ما تريب ما والو، تقترح على اصحاب الحوانت هذوك تكري لهم لي زيسباس هذوك كيما راهو صار هنايا في روما. راك تشوفو كاين باركينغ هنايا، ريستورون ملهيه ومن ناس تاني سباس تكريه لك. فيه الطابلات، فيه لي طابل ثما، فيه لي طابل ويجيك شغل كوفر. كاين اللي يجي كوفر هكذا، وكاين اللي يجيك فيه واحد المظلات هكذا تاع بلاستيك شابين، يديروا لهم داخل فورن ويديروا لهم باش مام في المطر يخدموا على العام في السخانه. وفي كاين مام لي كليماتيزي تكريهم، تكري لي سباس هذاك واحد 2 متر هكذاك وهكذا. استغلال امثل المدينه ودخل دراهم لوسمو للبلديه تاعك. والله كيما في العقيد لطفي كاين شويه ديستع يقدروا يديروا العفايس هذوك. دونك انا نشوف هذا حل مليح يقدر يساعد بزاف لا فيل تاع وهران ويطورها. شوف واش فيها بلاتفورم وشويه كوفر من الفوق وتزواق شويه هكذا، دير لها بلاستيك من هنا وهذا مكان. فوالا هذه هي الفكره تاعي، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله يطبقوها. اونفا ماشي فكره تاعي، هنا راني خارج شويه على السونتر، بعيد شويه على السونتر فيل. الكارتي شويه، الكارتي هذا شويه عيان، مي في سونتر فيل تشوف دار واحد لي طابل واحد العفايس ساهلين. سيت ان انفستيسمون هكذا صغير وتخدم به العجب، ميم طو تمد شارم للمدينه تاعك. واحد كي شغل باراسول هكذا يهبط عليك هكذا، ريدو منا وريدو منا هكذا، ترونسبارو بيان سور، فيه الضو فيه كلش. في الشتا يديرو لو شغل فورنو مع باش باه يشعل بالغاز نورمالمون، وفي الصيف يديروا شغل كليماتيزاسيون تدخل داخل تاكلوا انت في نص لافيل. فوالا، شكرا على المتابعه ودعمونا يا الخوان.